يعني احنا عايشين يعني الحمد لله على مستوى النادي الاهلي تجاوزنا مرحله القلق والمرحله الحرجه الى مرحله الامال. باذن الله امال تبقى منتعشه. كنا نتمنى طبعا للمنتخب ان احنا يعني نبقى عايشين امال كاس العالم، ولكن نرجو ان نستفيد من الكبوه على الاقل اذا كنا هنسميها كبوه، ان احنا نعمل حاجه صح المره دي. نتمنى ان شاء الله. الاهلي امبارح حسم فوزه على الهلال السوداني، صعد كتاني المجموعه الاولى في دوري الابطال 1-0 بهدف حسين الشحات، اللي الحقيقه كان الاهلي يستحق المكسب فيه باكثر من هدف، لكن الاهلي صعد كتاني. وبكره ان شاء الله الساعه 3 العصر هنا في مقر الاتحاد الافريقي في القاهره قرعه دور الثمانيه لدوري الابطال وللكونفدراليه. الاهلي دخل تاني المجموعه، هيلاعب واحد من ثلاثه، يعني القرعه لما هتتعمل هتتوقع واحد من ثلاثه هيواجه الاهلي في دور المجموعه او في دور الثمانيه. الاهلي مش هيلاعب صن داونز لانه معاه في نفس المجموعه. الثلاثه الاوائل بقى مين اوائل المجموعات الثانيه؟ الرجاء والترجي والوداد. اذا مواجهه عربيه مؤكده في دور الثمانيه للاهلي يا باشمهندس. تتمنى مين او تتوقع مين؟ لا خلاص بقى انت وصلت لمرحله تقابل اي حد. تتوقع وتتمنى كل الفرق دي انت قابلتها على مدى السنتين اللي فاتوا. اتمنى ان يعود الاهلي الى مستوى، وان كان بهذا الجدول المزدحم المساله تزداد صعوبه على المستوى البدني ومستوى الارهاق الذهني والتحديات، ولكن ساعه الخطر ساعه الجد وساعه الحسم يكون الاهلي حاضرا باذن الله. أمادة فلافيو الانجولي واحد من نجوم الاهلي الكبار، هداف الفترة الذهبية وجيل مانويل جوزيه الجيل الأسطوري في النادي الأهلي، بكرة هيكون ضيف الاتحاد الأفريقي لإجراء القرعة، هو والتونسي معين الشعباني المدير الفني للمصري البورسعيدي، الاثنين هيسحبوا قرعة دوري الأبطال وأيضا الكونفدرالية. الله ما طلعش، اشمعنى موسيماني بقى؟ موسيماني لما دعوه قامت الإياب. اشمعنى موسيماني؟ الشعباني مفيش مشكلة خالص. أماد فلافيو بدماغه ياما جابت اجوان للاهلي، نتمنى بكره ايده كمان هي اللي تجيب قرعه كويسه للاهلي، وان كان الكلام على مستوى الاوائل الكل قريب من بعضه. اذا كان الوداد او الرجاء او الترجي كلها فرق عربيه شقيقه في افضل حالاتها، الاهلي قابلهم كتير جدا اخرهم الرجاء الاهلي خد كاس السوبر الافريقي على حساب هذا الفريق المغربي الكبير، والوداد قبل كده توج الاهلي على حسابه، والترجي بيننا وبينه مواويل ومشاوير طويله، فبالتالي الناس كلها عارفه بعضيها والمستويات متقاربه والنديه موجوده. التواني بقى في المجموعات، انتوا عارفين انه الاهلي صعد خلف صن داونز في المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه وفاق سطيف صعد خلف الرجاء، في المجموعه الثالثه الترجي التونسي صعد معاه شباب بلوزداد الجزائري، في المجموعة الرابعة بترو أتلتيكو الأنجولي فريق جيلبرتو والمدرب بتاعه جيلبرتو لاعب الأهلي السابق صعد خلف الوداد المغربي. إذن يا دوب بس احنا بنتكلم على صن داونز وبنتكلم على بترو أتلتيكو، دول الاثنين فقط اللي من بره الشمال الأفريقي أو عرب أفريقيا، واضح إنه في سيطرة لعرب أفريقيا على دور الثمانية. بقى لك كذا سنة المسألة دي. واتمنى باذن الله النادي الاهلي يعني يستطيع ان يحقق ما حققه العامين الماضيين. لكن الملاحظه الغريبه عندي، مش الغريبه، الحقيقه ترتيب المجموعه بتاعتنا. ايوه انا عايز اتكلم في الحته دي دقيقه. ترتيب المجموعه بتاعتنا الاهلي حقق كل النتائج المنطقيه ما عدا مباراه واحده. والغريب والمتناقض في هذا الشأن انها كانت افضل مباراه يلعبها الاهلي، وهو هزيمه الاهلي امام صن داونز هنا في القاهره. لو كان الاهلي قد حسمها ب 2-0 لتصدر المجموعه. وكانت كل احداث المباراه تشي بهذا. ولو كانت الصافره التي استمرت في مجافات الاهلي حتى مباراه الهلال لينا ضربه جزاء، كل مباراه نقول لينا ضربه جزاء، لينا ضربه جزاء، لينا ضربتين جزاء، هناك طرد كان ينبغي ان يحدث ولا يحصل الاهلي على حقه، وهذا امر في منتهى الغرابه. ولكن خلاص اللي حصل حصل،
بس انا بقول للناس بفكرهم، لان الحقيقه في كثير من ولادنا، وانا مقدر يعني حتى المحللين التابعين للنادي الاهلي مقدر حرصهم وقلقهم على النادي الاهلي، وانهم بيتفرجوا بعيون المحب اللي هو بيبقى الان في نوع من الشده في الحساب شويه. يعني احنا نقعد نتكلم بمحللينا بجماهيرنا بناقدينا ان الاهلي يعاني من الارهاق والضغط والضغط مش بس البدني، النفسي ويعني على كل الاصعده والفني، وبعدين لما نيجي نحاسب بالمعايير شديده الصرامه. واحده واحده يا جماعه، ما حققه الاهلي لا كويس، انت كنت في وضع صعب استطعت ان تحقق فيه النتائج اللي انت طلبتها، وتأهلنا. نتمنى والاهلي على فكره اخر نسخ استاذ ابراهيم الاهلي يتأهل ثانيا باستمرار البطولتين. هل تكون نفس الحظوظ؟ يا رب.